مشاهدينا بدي احييكم مع الحل. عنا للأسف أول وفاة لمصاب بالكورونا في لبنان، كان آتي من مصر، واليوم طبعاً عم ترفع أكثر حالة الأخذ كل الاحتياطات والوقاية من هذا الوباء حتى ما ينتشر أكثر وأكثر. ومع بداية هاللقاء وصل لي 3 صور اليوم من إدارة هيئة السير، يعني من النافعة، من المواطنين يلي متخوفين إنه كمان، لأنه في كتير اليوم إقبال كان على النافعة بالدكوان خصوصاً، إنه ما في ولا أي إجراء متخذ لحماية هالناس اللي فايتين اليوم يعملوا معاملاتهم ويدفعوا ما عليهم. فما بعرف لمين بدي أتوجه، يمكن لمعالي وزير الداخلية والبلديات العميد فهمي لأخذ قرار بموضوع النافعة والميكانيك، لأنه العالم بعثت لي صور اليوم، وقد ما كان في ناس خافوا أنه ما في أي إجراء متخذ حتى يكون في حماية للموظفين ولا للمواطنين يلي عم بيقوموا طبعاً اليوم أنهم عم بيدفعوا ما عليهم. نبلش بالمعلومة. تحت شعار محمياتنا حياتنا، لبنان بيحيي اليوم 10 من آذار من كل سنة اليوم الوطني للمحميات الطبيعية، بهدف تسليط الضوء على قيمة المحميات الوطنية والطبيعية والثقافية كما السياحية والاقتصادية للحفاظ على المحميات الطبيعية وزيادة مساحتها حتى تعطي صورة مشرقة أكثر للبنان، وبيساهم بتلبية الاتفاقات الدولية. بهالمناسبة دعت وزارة البيئة اليوم إذا حدا بحب يزور المحميات الموجودة طبعاً على الأراضي اللبنانية بإمكانهم اليوم استقبال زوار. بالطبع السنة مع وجود الكورونا يمكن ما صار في تجمعات، ما صار في كتير إذا بدي أقول ناس عم بتروح، ولكن إذا حدا حب هي مفتوحة اليوم هالمحميات، إن كانت بأرز الشوف أو حرج أهدن أو غابة أرز التنورين، بنتاعل، شنانعير، ووادي الحجير، إضافة محمية جبل موسى، المحيط الحيوي الواقعة في قضاء كسروان. وكلنا بنعرف اليوم أنه صار عندنا 15 محمية طبيعية. الشهر الماضي أقرت اللجان النيابية المشاركة مشاريع لإنشاء 3 محميات طبيعية جديدة بانتظار التصويت عليها بالهيئة العامة بمجلس النواب. هي مشروع محمية العباسية الطبيعية بقضاء سور، محمية بحرية تعتبر امتداد لمحمية شاطئ سور الطبيعية، ومشروع محمية النمير الطبيعية بقضاء النبطية، ومشروع محمية جبل الريحان الطبيعية بقضاء جزين. نحن كلنا بلبنان اليوم مفروض نكون بمحمية، خصوصا مع انتشار كمان للأسف فيروس الكورونا. حمى الله اللبنانيين وحمى الله العالم يلي اليوم يتخبط في هذا الوباء. من المسؤول؟ نقيبة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية طبعا والمخبرية والمستلزمات الطبية سلمى عاصي، يعطيك العافية. أهلا أهلا موسوى، بونجور. بونجور، يعطيكم العافية. يعني قلنا أكثر من 3 أشهر إذا مش أكثر، وصوتكم دايما عم يوصل، إن شاء الله يوصل. 5 أشهر أنت سيدة. 5 أشهر. نعم. ولقاءات مع وزير الصحة، مع كل من يعنيهم الأمر، وكأن الأمر ما زال على حاله، إلى أن مبارح المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري استدعيكم لمعرفة شو عم بيصير وما استجاد بموضوع المستلزمات الطبية، وهناك رفع مسؤولية أيضا في حال لا سمح الله يعني كان في حاجة وما لقينا المستلزم، مسؤولية مين؟ شو صار بالأمس وعملتوا بيان أصلاً أنتوا بهذا الموضوع؟ ليه بعد متعسرة قضية المستلزمات الطبية؟ صراحة نحن وجهنا كتب للمصارف كلياتها لما لقينا أنه الأمور مش عم تمشي ومش عم نعرف كيف بدنا نلقط راس الخيط. وجهنا كتب لأكثر 17 مصرف لنقيم المسؤولية عنا كمستوردين وخلي كل شخص يحمل مسؤوليته، وحطينا
كان في سي سي على هالكتاب هيدا الرؤساء ثلاثة، وزارة الصحة، اللجنة الصحية بالمجلس النواب، وأكيد مشكور هو اللي تحرك مدعي عام التمييز وبعث ورانا لحتى يفهم وين المشكل ويجربوا يساعدونا لحتى نكمل شراس الخيط ونعرف مين المسؤول عن هالتأخير. نحن اليوم كمان اتوصلنا مع 4 مصارف بناء لهالمكاتيب اللي بعثناها، وتبين انه الموضوع عم يرجع هيئته يتحرك، والموضوع بعده على الآن بين المصارف ومصرف لبنان، والآلية المحطوطة اللي بعدها منا كتير واضحة، مع انه هيدا الموضوع صار له 4-5 أشهر وعم نتابعه عن قرب مثل ما حضرتك بتعرف يوم يوم. هلأ طلعت صرخة الكورونا وأكيد وقضية الكمامات ومستلزمات الكورونا كلها هيدي نحن عم ننادي عليها، كنا منا موجودة، منا متوفرة. في ناس قالت لنا انه انتو جبتوا وبعتوا، نحن تأكدنا ان كان من مصرف لبنان ان كان من الجمارك ما في بضاعة طلعت من قلب بيروت. نعم. في ناس يمكن جابت ورجعت مشيت من برا، نحن مش مسؤولين عنها. بس انا حابة ادوي على موضوع كتير مهم، العالم كلها متربعة من الكورونا وحقها يمكن بالوضع الحالي والعالمي، بس اليوم الحد الاقصى للوفاة بالكورونا 3%. اليوم اللي عم نجرب نقوله نحن بالأدوات الطبية اللي نقصت واللي ما بقى موجودة، إن كانت بالأمراض القلب أو بأمراض غسيل الكلى أو بأمراض العلاج السرطاني، صارت ناقصة لدرجة نسبة الوفاة ممكن توصل ل 30-40%. نحن عم ندور على هالموضوع، كلنا معجوقين بالكورونا اليوم، بس يا عمي في شيء أخطر، وهيدا اللي ضوينا عليه مبارح مع القاضي خوري المدعي العام المشكور على جهوده. بقى أنا من عندكم من منبركم عم بنادي إنه يا كل شخص مسؤول يقدر يعمل اللي عنده لينقذ هالقطاع، بالأخص اللي لازم نقوله إنه نحن ما قدرنا من أول الأزمة لليوم، يعني عم نحكي من شهر أيلول حولنا 10 مليون دولار يلي هن ما بيطلعوا 5% من استهلاكنا للمواد الطبية. والمشكلة الثانية هي انه المصارف نحن ضايعين بالمواد المدعومة، يعني مثل النفط مثل الطحين مثل الدواء، نحن منشكل 3.5% منهم كلهم، وما بينعطانا الأهمية اللازمة لحتى ينجاب يلي نحن ما قدرنا جبنا شيء من أول الأزمة لهلا. يعني امبارح يعني من بعد يعني لقائكم اليوم بالأربع مصارف وبالأمس مع المدعي العام، برأيك هناك يعني سيستمر هذه العقبات، ستستمر او حيكون في بعد الحلحله؟ المفروض يصير في بعد الحلحله، لانه نحن هلا صرنا عم نفوت على التفاصيل، يعني مش عم نرحم حدا لنقدر نلحق كل شخص على الملف واي نهار وكيف تحول. يعني صدقيني ما حدا بيتخيل اللي عم نعمله لحتى نقدر نوصل لحل ونشوف الفرج بقى وينجاب على القليل الكميه المينيمم يلي عايزها البلد لنقدر نكمل بالاستمرار، وبعدين بنحط البروسس وبنحط الآليات اللي بدهم اياها. يعني سقف، تقصدي في سقف المالي؟ لانه في سقف مالي انوضع على المصاري، في سقف مالي انوضع 100%. هيدي هي المشكله، انه السقف المالي محطوط، خالطين بقلبه كل شيء، خالطين بقلبه النفط والطحين والى اخره، ونحن عم نضيع كوننا ما بنكون الا 3.5% من هيدا كله، عم نضيع بالنص. هيدي الفكرة، يعني وهي المشكلة. نحن حبينا نضوي عليها، نرجع مجددا معك لأنه منعرف قديش أهميتها، يعني وزاد عليها موضوع الكورونا ومستلزماته يعني كمان هيدي مفهوم. مشكورة فرنسا بالأمس يعني أرسلت هالمساعدة، ولكن ما بعرف قديه بتكفي لوضع بلد اليوم للأسف الشديد، يعني يوم عن يوم عم بيزيد العدد، وإن شاء الله هيك تخلص على سلامة. شكرا لك سلمى عاصي، وبتمنى يكون في تجاوب معكم، لأنه هيدي بالنتيجة بتعود للمريض ولمصلحة المريض ومصلحة لبنان، يعني ما حدا عم يعمل شيء من الكماليات، المستلزمات منا كماليات. شكرا لك. بكل الأحوال اليوم يعني كمان موضوع الطحين والقمح مفروض ينفتح له اعتماد، لأنه لهلأ بعد ما انفتح اعتماد جديد، يعني أكتر شيء عم ينفتح اعتماد للمحروقات، بعدين للأدوية، والطحين للقمح بعد ما انفتح هلأ مجددا. واليوم ما بقل الموضوع الخبز أهمية عن الدواء وعن المحروقات، لازم ننتبه لهذا الموضوع. بأخذ اتصال. ألو ألو، تفضلي. بونجور بونجور مدام رابيكا. نعم.
بس أنا يعني بدي أقول لك يعني هالشغلة وكلنا بنعرفها، المدارس الجامعات كله بقول سكروا سكروا مزبوط سكروا، بس أنا يعني كلنا يعني مش بنقعد بنتحدث وبنشوف هالطلاب هالأهالي على التزلج على المطاعم، هذا اللي عم نقوله يا عمي. إذا يا مدام ربيكا معك حق، نحكي مع أهليتنا بالخليج كله اللي بيعمل هيك عم يخدوه على الحبس عم يعملوا له ضبط. نحن هون مخدين الأمور بالمزحة، اخدين الأمور بالاستهتار، ما بعرف يعني. معك حق مدام، نحن عم نقول معك حق 100%، نحن عم نقول ما في لزوم للهلع، ولكن مفروض ناخد احتياطات لما منسكر مدارس، لما منطلب عدم التجمعات كمان. يعني اليوم في كتير نشاطات، في كتير من الأمور عم تتوقف مرحليا واستثنائيا حتى نتجنب، لأنه كلنا معنيين وين ما كان معنيين. مش معناتها أنه نستفيد أنه ولا شو ما نعمل نأخذهم على التزلج ونأخذهم على السوبر ماركت، ما بيصير. هنحترم شوي هذه الأراء، يكون عندنا ثقة أكتر، لأنه بالفعل يعني هذا الوباء ما بنعرف كيف بيوصل وكيف يعني بدأ مسؤولية اجتماعية، برجع بقول، وبدأ الاهتمام بالقضايا النظافة يلي كلنا اليوم حريصين عليها. أنا بشكرك أنك عم تلفت النظر، ونلفت نظر الأهالي أنه ما ياخدوا الموضوع باستلشاء إطلاقاً إطلاقاً. ما في لزوم، برجع بقول، للهلع، ولكن هيدي ضرورات مفروض أنه اليوم نتأيد فيها. شكراً لإلك. في اتصال كمان؟ ألو؟ 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 تفضل. إيه شو؟ تفضل. بحكي يعني؟ إيه نعم، تفضل، شو عندك؟ أوكي، أنا بحب دوي على شغلي موزال. نعم. إنه كل شيء عم بينحكى عن الوقاية وكذا بشتى الأشكال، النايتات، الريستورانات، المطار، الكذا إلى آخره، ما حدا عم بيدوي شغلة حيوية يلي عم تتداول كل يوم وكل ساعة بالسوبر ماركت، ببيعين الخضرة والدكان والسمان تحت البيت وبالمطارح الكبيرة. ما في لا نظافة ولا ترتيب ولا شيء. أيادي كتيرة من الزبائن يلي بتفوت بالخضرة وبالإشياء الحشايش يلي هي بتعلق وبتربي هالميكروب هيدا، وعم تنباع للعالم بدون تعقيم، عم بيعقموا ما بعرف. وبعدين الموظفين من العمالة من 4 سيات غربية يلي هني عم بيشتغلوا بهالمطارح هيدي، لا بيلبسوا كفوف، ويلي بيسعل ويلي بيعطس ويلي كذا وإلى آخره. أنا برأيي هيدي كتير مهمة تبع الأكل والشرب، حتى بالسوبر ماركت الكبيرة الزبون بيجي ببرحش بالبضاعة وبيشتري أو ما بيشتري عند الخضرة وين ما كان. يعني بمعنى آخر معك حقيقة، المفروض يكون في كفوف أقل للزبائن وللزبائن، وحتى لما بندخل كمان يكون فيها المطهر بسميه، لازم كله عم بيربح وعم بيطلع مصاري. هلا المشكلة اللي عم بقول لك معك حق، يعني اليوم اللي بده يعمل فحص كورونا 360,000، يعني ما عليه، هي مهمة بنحط مليون لو بنقدر، بس ما حدا قادر يدفع 360,000 حتى يعمل فحص إذا عنده كورونا ولا لا. يعني مفروض وزارة الصحة تعمل تعرف في مخفضة أكتر أو تكون على حسابها، أو لازم يكون في طريقة حتى نشجع الناس، مش أنا ما معي 360,000 لازم أعمل وما معي أدفعهم. هيدي كمان، وبالوقت ذاته مثل ما عم بتقول نحن اللي صار، وين التضامن؟ اختفت الكمامات، زاد سعر السبيرتو وكل هالمطهرات 4 زيادة و5 زيادة. طيب معليه، ما هيدي مسؤولية وطنية، هي مش مفروض تزيد كانت ولا ليرة. مش مفروض نستغل هذا الموضوع يلي بيعني كل الناس كبار وصغار ومسؤولين وكل شيء. هيدا التضامن الوطني اللي بقى نحكي عنه، يعني ان شاء الله يكون في وعي وما تكون تأخرنا. هذا اللي بدي اقوله. مثل ما حطيت اليوم صور النافعة بالوراق بالمعاملة بالمصاري بكل شيء، طب كمان بده يكون في اجراءات بالاماكن يلي فيها كتير اخذوا عطا مع الناس. هيدي شغلة كتير اساسية كمان. شكرا لك بكل الاحوال. باخذ اتصال كمان. الو الو، بونجور. بونجور، تفضلي. بدي اقول لك شغله، اليوم كنت بالضمان على الدوره. نعم. اوكي، ومع العلم انه انا طالعه على الدرج ومنتبهه انه ما دقيت بالترابزين، ما دقيت بشيء، وجايبه ورقتي معي بدي اقدمهم للادويه. نعم. فبيقول لي الشاب اللي على الكونتوار، بليز بدك تنزلي على اول طابق، جيبي ماسك وغان.
فكرت أنا أنه بصراحة كالدولة مقدمتهم، نزلت لقيت أنه عم بيعطوهم ب4000 ليرة. يعني عم بيستغلوا، هذا اللي عم بقوله، عم نستغل موضوع يعني بيحمي كل الناس. يعني مش مفروض هيدا، يعني مفروض الدولة هي يعني تحط يعني أقلها أقله بالمؤسسات يلي بتعاطى فيها الناس، الضمان، النافعة، يعني بكل هالمؤسسات هيدي مفروض هني، يعني المؤسسة هي تأمنهم للناس. معك حق مدام، معك حق 200%، هذا اللي عم نقوله. حتى تعقيم اليوم، يعني مشكورة الإمارات، يعني اليوم على بلدية بيروت هي ساهمت بالرش والتعقيم عظيم، ولكن اليوم المدارس إذا ما عملت الوزارة مناقصة، ما فيها كل مدرسة تعمل مناقصة وتجيب عالم. يعني الوزارة هي اللي بدها تحط الكريتير، الشروط، تعمل المناقصة بالأقضية بالمحافظات، وتكون تريح. يعني شو بده يعرفوا مدير المدرسة أو مديرة المدرسة أي معقم وشو لازم ينعمل، خصوصا بالمدارس الرسمية والمهنيات. يعني كتير موضوع ما ناخده باستلشاء، بدها الدولة تاخد قرارات أكتر حزم وأكتر تساهل كمان بتأمين هالمستلزمات للمواطنين. فاصل ومنتابع. تابع الحل عنا، وأثناء البريك وصل لي فويس كول من شخص بيقول امبارح بأوتيل ديو كان عندهم عملية، كمان في بعض المستشفيات ما أخذ ولا أي احتياط بالنسبة للناس اللي بتفوت واللي بتطرح، فكيف مستشفيات كمان؟ في أخذ اتصال. ألو، أهلا، تفضل. ألو، بونجور. بونجور، تفضلي مدام. كيفك مدام ربيكا؟ الحمد لله، تفضلي. لك يا حبيبي، بخصوص هالباصات يلي عم بيطلعوا هالعماد بيروحوا على أشغالهم، مفروض يتعقموا في كل الدول، عقمت بسيطة، بس بيعطيكي ورقة من إيد لإيد، من ختيار لختيار، من قعدة لقعدة. يعني هاي هالوراق لازم يمنعوهم كمان هول، لأنه هول كمان فيهم الميكروبات. يعني ما مدام الوراق مثل المصاري، مثل كل شيء بنلمسه بإيدنا، يعني بدنا نضم محافظين على نوع من النظافة، خصوصا لما بنستلم شيء وبنعطي شيء، يعني دائما يكون معنا جال، يكون معنا شيء حتى نضم، يعني اقله يعني ناخذ الاحتياطات، ابسط الامور مثل ما عم بقول، بس هي لازم تتعقم كل الباصات. باخذ اتصال ثاني. الو، وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمي قرر اليوم احالة 51 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفة القوانين والأنظمة النافذة، وأهم ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، المخالفة بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التزام بعض أصحاب المولدات بتركيب العدادات. وياريت يا معالي الوزير تلقوا نظرة شوي على موضوع مستلزمات وباء الكورونا يلي ارتفعت ما بعرف قديه، ويلي نحن بحاجة اليوم تتخفض حتى تكون متناول كل الناس، ما تكون عبء مالي على الناس. باخد اتصال. ألو، ألو، أهلا. ألو، بونجور. بونجور، تفضلي. أنا مربيكا بدي أسألك سؤال. تفضلي. بدي عشنا بالزبالة، كم سنة عشنا بالزبالة والزبالين ويلي والبرغس والإجراضين والفرار والحياة كل شيء في زي، ليش ما إجينا تخلق الكورونا؟ هذا يعني إيش إجا هالفيروس؟ هذا يعني تنسى دولار، تنقول يا رب دخل إجريك، روح بصريتنا بس أصحى نموت، أصعد نصف، كل عمره في ميكروبيل، كل عمره في حمى. مدام هيدا اللي مدام بدلك شغلي، أول شيء موضوع الكورونا مش بس بلبنان، هيدا بكل العالم. هلأ نحن عم نقول أي وباء بيجي أهم شيء نحافظ على النظافة، النظافة هيدي ما حدا بيعلمها لحدا، هيدي موجودة دايما، مفروض تكون الكان عنا نفايات ولا الكان عنا شو ما عنا، مفروض يكون في نظافة شخصية، في نظافة التعاطي مع الناس، يكون في مسؤولية اجتماعية، كل إنسان يتحمل مسؤولية، هيدي كتير مهمة، وعلى الدولة كمان تكون راعي لهالمسؤولية هيدي. ما فينا نجي اليوم نقول كأنه مبارح الزبالة كانت أحسن من الكورونا اليوم، لا، كله إله أهميته، ولكن بكل الأمور في قاسم مشترك هي النظافة والمسؤولية الاجتماعية. ما بدنا هلأ نقول نسونا اليوروبوند ونسونا الدولار، لا، ما نسونا شيء، الناس ما نسيت شيء، ولكن حياة الإنسان كمان مهمة.
باخد اتصال. صورة اليوم نشوفها سوا. اليوم 10 أدار هو ذكرى تقديس القديسة رفا. نحن اليوم نتشفع بكل قديسينا، خصوصاً أنه يرحم هالناس، يتشفع فينا، يوقف الأمراض والأوبئة عن العالم وعن الناس، ويحمي لبنان واللبنانيين. إن شاء الله هالقديسة اليوم بذكرى تقديسها بتكون عينة سهرة أكثر وأكثر على هالبلد وعلى شعبه. وبعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.